اهلا بيكم في فورس. انا محمود خضر، طالب معاكم في كليه هندسه، وهناخدكم النهارده في جوله فيها. يلا بينا. كليه هندسه جامعه فورس تعتبر من افضل الكليات لدراسه العلوم الهندسيه، فهي بتضم 6 تخصصات في مجالات مختلفه، وبتاهل الطالب علميا وعمليا لسوق العمل بعد الدراسه. يلا بينا نكمل جولتنا داخل الجامعه. احنا هنا في اول مكان عندنا المكتبة عندنا مزودة بعديد من الكتب في جميع المجالات يقدر يستخدمه الطالب خلال العام الدراسي، وبرضو في اجهزة الكمبيوتر يقدر يستخدمه الطالب في عمل الابحاث او يستغل وقت فراغه ان يجي يقعد هنا ويذاكر في المكتبة. احنا هنا في الدور الاول في الكلية. الكلية عندنا مكونة من 6 ادوار، كل دور بيبقى فيه عدد من الرومز المعينة. كل روم بيبقى عندنا هنا ليها كود معين مكون من حرف و3 ارقام. اول حرف عندنا هنا بيرمز للمبنى اللي احنا فيه، احنا هنا هندسة، حرف بتاعنا E، و3 ارقام اول رقم بيرمز للدور اللي احنا فيه، والرقمين يا فردي، الرقمين اللي في الاخر يا فردي يا زوجي، وده بيرمز انت في شمال المبنى او في يمين المبنى. يلا بينا نعرف اكتر عن الكلية مع زمايلنا. احنا هنا في مدرج E124، ده المدرج اللي الطالب هيبتدي ان هو ياخد فيه المحاضرات بتاعته. كمان عندنا رومز تانية للسكشنز، ودي بتبقى مختلفة شوية عن المدرجات. في كمان قاعات مخصصة للرسم الهندسي، ودي هنشوفها تحت دلوقتي. هنا احنا في معامل الكمبيوتر، الكمبيوترات دي مجهزة بأحدث البرامج اللي هنقدر نستخدمها خلال الخطة الدراسية بتاعتنا أو خلال السنين الدراسية بتاعتنا كلها. تعالوا دلوقتي هنتعرف أكتر على المعامل والورش. هنا في معمل الكيمياء الطالب بيبدأ يتعرف على العناصر الكيميائية ويعمل تجارب بنفسه. المعمل مزود ب4 هودز لاستخلاص الأبخرة السامة وعلاجها، وكمان مزود بأحدث معايير السلامة. احنا دلوقتي في مبنى الورش المكون من ورش التشغيل والتشكيل والنجارة، واللي يقدر ينفذ فيها الطالب كل مشاريعه بمساعدة نخبة من الفنيين، وفيها مجهزة بجميع الماكينات. وصلنا للجزء المحبب لنا والطلبة، وهو جزء الأنشطة اللي يقدر من خلال الطالب يشارك في كل الأنشطة الرياضية والإيفنتات اللي بتنظمها الأسر واتحاد الطلاب. وبتبدأ العملية الدراسية عندنا بتسجيل المواد، وده اللي بيكون المسؤول عنها المرشد الأكاديمي، بيبقى دكتور أو معيد. يلا بينا نتعرف أكتر من دكتور مصطفى على عملية التسجيل. أحب أعرفكم بنفسي، أنا دكتور مصطفى الخطيب، معاكم في قسم علوم أساسية. يمكن من أوائل الناس اللي هتقابلني هتشوفوني بدي مواد فيزيكس وميكانيكس. أنا المرشد الأكاديمي العام لكلية الهندسة. يمكن أحب أديكم فكرة كده بسيطة عن الإرشاد الأكاديمي. الطالب أول ما بيخش الكلية يمكن بيبقى عنده تساؤلات كتيرة جدا عن المواد اللي هو بيدرسها والنظام الساعات المعتمدة اللي موجودة عنده، أو أي استفسارات أخرى
الأخرى، فكل مجموعة من الطلاب بيعين لها مرشد أكاديمي هو بيبقى مسؤول عنهم في كل حاجة. أي استفسارات عندك المرشد الأكاديمي مطالب، هو بيقعد معاك وبيوضح لك أي حاجة أنت عايزها. إن شاء الله بيبقى فيه برضو لقاءات سواء كانت مجمعة أو لقاءات فردية ما بين المرشد الأكاديمي وما بين الطالب اللي موجود. برضو اعرف حقوقك كويس جدا واعرف الواجبات اللي موجودة عليك، ده برضو هيكون من خلال المرشد الأكاديمي بتاعك. ودلوقتي هنتعرف على معلومات أكتر مع عميد كلية هندسة دكتور محمد جابر ووكيل كلية هندسة دكتور محمد نعيم. أهلا بكم، أنا اسمي محمد جابر أبو علي، عميد كلية الهندسة بجامعة فاروس. حابب أرحب بولادنا وبناتنا اللي هيلتحقوا بكلية الهندسة في السنة الأولى. احنا في جامعة فاروس وفي هندسة فاروس عندنا يعني مزايا عديدة، ولو هخص مزايا كلية الهندسة اللي هي طبعا تخص ولادنا اللي داخلين الكلية، أهم حاجة بنقول عليها هي العلاقة والشراكة العلمية مع المعهد الملكي للتكنولوجيا بالسويد. يتم من خلالها زيارات للستاف اللي بيجي من السويد، وفي نفس الوقت بيقابلوا الطلبة وبيراجعوا المقررات بتاعتنا وبيراجعوا الامتحانات. والشراكة دي أثمرت عن فرص كثيرة للطلبة اللي بيلتحقوا بالكلية في الأقسام المختلفة بأن هم يسافروا ويقعدوا هناك فترة من الزمن فصل دراسي أو أقل من كده، يكتسبوا خبرات ويشوفوا المجتمع الخارجي ويتعرضوا للثقافة التعليم الأجنبية. كمان حابب أقول لكم فيما يتعلق موضوع علاقتنا مع المعهد الملكي للتكنولوجيا بالسويد، إنه مش بس إحنا بنبعت الطلبة بتوعنا هناك، لا كمان بيجوا من هناك زيارات. إحنا جالنا مجموعتين من الطلبة التحقوا بقسمين من أقسام الكلية وقعدوا عندنا فصل دراسي، وكان الحقيقة انطباعهم عن الكلية وعن الجامعة انطباع جيد للغاية، أدى إن إحنا العلاقة بتجدد للتبادل الطلابي بيننا وبين المعهد الملكي للتكنولوجيا بالسويد. وبعد كمان عايز اوضح لاولادنا اللي بيلتحقوا بالكليه ان شهاده البكالوريوس اللي بتمنحها كليه الهندسه بجامعه فاروس طبعا معتمده من وزاره التعليم العالي، وفي نفس الوقت الخريجين بتوعنا بيلتحقوا بنقابه المهندسين ومعترف بيهم من نقابه المهندسين المصريه. وكمان احنا كجامعه وككليه هندسه مشتركين في اتحاد المهندسين العرب، وكمان الجامعه كلها مشتركه في اتحاد الجامعات الأفريقية على مستوى العالم ووجهات أخرى الحقيقة بنتعاون معها. كمان حابب أقول لولادنا اللي هيلتحقوا بكلية الهندسة في جامعة فاروس إن إحنا بتربطنا بالصناعة وعلاقات قوية من خلال البروتوكولات الموقعة ما بيننا وبين الشركات، كبرى الشركات في محافظة الإسكندرية في مجالات متعددة بتمنح من خلالها هذه الشركات فرص تدريب للطلاب وزيارات ميدانية، يشوفوا الصناعة ويشوفوا ازاي التطبيق بتاع العلوم اللي درسوها في الواقع، بيبقى مشاركاتهم والتطبيقات الصناعية بتاعتهم بتظهر بصورة واضحة، ودي الحقيقة بتضيف كتير للكلية. يعني احدى الشركات بتقوم بدعم مسابقة عن الاستدامة نحو غد مستدام الحقيقة، وبتمنح مكافآت للمشاريع الفايزة في هذا المجال من مسابقة على مستوى الكلية كلها. فبيلاقوا عندنا حاجة يعني برضو نتميز بيها، عندنا نادي اسمه نادي الابتكارات اللي بيساعد الطلبة في ان هم لما يدخلوا التخصص بقى يشاركوا في مسابقات على مستوى المحلية ومستويات الدولية، وسواء كانت في حاجات زي مثلا الغواصة، سواء كان مثلا الروبوت وخلافه والذكاء الاصطناعي وحاجات من اللي بتنمي القدرات في مجالات متعددة في كل مجالات الكلية. واكيد زمايلكم اللي شفتوهم في القبلية من شوية وهم بيعرضوا عليكم الكلية دولت اكبر منكم شوية، وعدد منهم كبير بيشاركوا في اعمال لها علاقة بالعمل في تنمية القدرات سواء العلمية او القدرات الاخرى المرتبطة بيك في انك انت تشارك في عمل جماعي، تدخل في مسابقة، فده كله بيساهم في ان انت نكون شخصية مهندس يقدر يخوض في سوق العمل. بداية برحب بكل طلابنا الجدد، ومعلش اسمحوا لي ان انا هقلع الكمامة عشان
هقدر ان انا اتكلم بسهوله معاكم. برحب بكم في رحاب اولا جامعه فاروس بالاسكندريه وكليه الهندسه. انا عايز اقول حاجه في البدايه، ان وصلتوا لكليه الهندسه اكيد بمجهودكم وبتعبكم، ودي نقله كبيره من مرحله ان الواحد يكون في الدراسه الثانويه وينتقل الى الدراسه في الجامعه. دراسه في الجامعه لها شروط ولها اعتبارات ولها حقوق ولها واجبات والتزامات. التدريس السنه دي طبعا زي ما انتم عارفين الظروف مختلفه، وهيكون هجين بمعنى ان هيكون في تدريس داخل قاعات الدرس، سواء مدرجات او فصول او معامل، وايضا هيكون في بعض الدروس هتلقى اونلاين، وهيوصل لكم فيديو بيقول لكم ازاي تتابعوا هذه الدروس من خلال منصة الكترونية بتسمى البلاك بورد، ودي من احدث المنصات اللي مستخدمة في جامعات عالمية، اللي هي بتتيح للطالب وللدكتور ان هم يتواصلوا مع بعض. فالتدريس هيكون بنظام الهجين او البلندد تيتشينج. عايز اقول لكم حاجة كمان، ان زي ما شفتوني في البداية ان احنا كنا حاطين كمامات، حتى الزملاء والزميلات اللي انتوا شفتوهم في الفيديو مفروض انهم حاطين هذه الكمامات ومراعين التباعد الاجتماعي بينهم عشان مراعاة الاجراءات الاحترازية، لان في لجنة كبيرة جدا على مستوى الجامعة بتراعي هذا الكلام. فوانتوا داخلين بتقاس درجة الحرارة، يتم التعقيم عشان ضمان صحتكم وصحة الجميع اللي احنا بنتعامل معهم.